ازيكم عاملين ايه؟ معاكم عمر عبد الرؤوف، فيديو جديد. فيديو النهارده مروان موسى مصر الجديده. طبعا انا اخدت وقت عشان كنت عايز اقول ان الفيديو ده طويل، اوكي 7 دقايق، فالفيديو ده هيكون طويل بس هو ده اللي عايز اقوله. خلينا نخش على طول الاغنيه ويلا ليتس جو. برضو ما فيش حد يستاهل، 4 مزداد صحيت عليهم بس لسه فاكر لما الشبكة في موبايلي كانت ملعناكب. مش بغرق انا بعوم، لو وقعت برجع اقوم، مش هسكت انا هقول، لا بلف ولا بدور. فهد ميلادي جالي هدية بس اللي جابها مجهول. كلميني منغول، بس اللي جابها مجهول. منغول مش مجهول، ولا هو قال مجهول وهي طلعت منغول. كلميني بكره لو عايزه، بس احتمال اكون مشغول عشان منغول فين فين في الشوارع المخيفة. فلتنا من التفتيش عشان الشنطة كانت خفيفة. ماشي بالليل في مصر الجديدة، مش ساكن في مصر الجديدة، نتقابل في مصر الجديدة. شكلي البيت حلو، ما اعتقدش ان مروان موسى اللي عاملها صح؟ نبات في مصر الجديدة، مصر الجديدة، مش ساكن في مصر. هو عامل شيراتون ومصر الجديدة، وعامل ايه تاني؟ عامل اي مكان تاني برضو؟ ولا انا فاكر كان في اغنية لمكان تاني، انا ما اعتقد حاجة زي كده، ما اعتقد. جديدة نتقابل في مصر الجديدة، شكلي هبات في مصر الجديدة. نقطنا بسكاتك الثانية بتفوت وبتروح في الزبالة، فانا هسيبها لك. الشهرة قلابة والضحكة كذابة، انا بهرب والدايرة من غير ما ابقى خايف. السرعة بتقل طول ما انا مش سايق، مش حمل كمان، جيت من المستقبل وفي ايدي جوايز، جايز مرجعش لو ما فضلتش فايق. انا مصحصح الحمل اللي انت شايله ده لمصلحتك، على راحتك. ليه فجأة كل حد بقى صاحبك؟ هو ده المفروض سويتش؟ هو انتوا شايفينه الدخان اللي بيطلع من بقي؟ اوكي بس هو ده سويتش صح؟ المفروض الحته دي اسرار في موبايل اتفتح من غير بن كود، العيب اللي فيا. انا حاسس ان البيت هادي بس مش اكتر، والصوت غير الصوت بس. مش بجيب غير 100%. كان نفس الشارع كنا فيه من نص ساعة، لسه بينا نص حالة مستني الإعادة. العيب اللي فيا، مش بغيب من المسؤولية. بلاقي نفسي في انفراد ثواني قبل ما بتتشاط قوام. بلاقي نفسي ايه؟ بلاقي نفسي في انفراد ثواني قبل ما بتتشاط قوام، بيتفك الرباط واكون على الأرض. لسه فاكرين ولا نسيتوا؟ ما هو ده العيب اللي فيكوا. ماشي بالليل في مصر الجديدة، مش ساكن في مصر الجديدة،
مصر الجديدة شكلي هبات في مصر الجديدة مصر الجديدة مش ساكن في مصر الجديدة نتقابل في مصر الجديدة. سؤال صغير، هو انت لما بتروحوا مصر الجديدة بتشغلوا نادي؟ اوكي، بس اللي ساكن في مصر الجديدة ما اعتقدش ان هو هيشغل اغنية دي، لان هو بيقول انا مش ساكن في مصر الجديدة. فلو انت ساكن في مصر الجديدة وبتشغلها فالاغنية دي مش ليك على فكرة، لينا للناس اللي مش ساكنة في مصر الجديدة. شكلي هبات في مصر الجديدة. انا افتكرت اللي كان كتب لي الاغنيه دي قال لي فيها اكتر من سويتش واحد. انا افتكرت اوكي، يعني ده كده تاني سويتش، ده احنا داخلين على التالت سويتش. انا اعتقد في كذا سويتش تاني، اللي هو كذا سويتش اوكي، بس سويتش الاولاني كانت اطول، طويله اطول من الثانيه، اطول من السويتش التاني. ده السويتش التالت. من بعيد ميه ملحه في صدري الفصل. معلش مرة الدتش، كنت بدي درس الفيزياء ساوند كلاود ستيشن روبا بيكيا، جايزة افضل رابر في افريقيا مش هتفيدني في بيت فيزياء ساوند كلاود ستيشن روبا بيكيا، جايزة افضل رابر في افريقيا مش هتفيدني في بيتس ولا في فيتشر. انا متكامل بوجبا ثانية فدة فاتر اشوفلك اوبا طلعت جاية معاكو صدفة. سيني 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 سينمائي سينمائي محتاجة اركب عدساتي على الهادي دماغي. كان في اغنيه برضو حد كتبها لي اغنيه سينمائي، فتقريبا كان المفروض ان انا اسمع سينمائي الاول وبعد كده اسمع الاغنيه دي، لو انا صح اكتبه صح. اوكي، نضيفه في الاغاني ده اساسي حرق بجد مش كنتاكي ده وسابي لسه بتقولي كاني ماني وبتهاتي هبيتك في بمناسبه كاني ماني. اوكي، كلمه كاني كانين هو بالايطالي يعني كلب، وما ماني اللي هو مانو، اوكي مانو اللي هو ايد، اوكي كاني ماني انت كأنك بتقول كلب ايد. اوكي، كان برضو ماما حكيت لي، كان اول ما جات هنا ايطاليا وكانت في الشغل وكده، كانت بتكلم زمايلها اوكي، واحده من زمايلها فبتقول لها كاني ماني، فكان هي زمايلتها دي بصت لها اللي هو بعد كده ماما لما عرفت كلمه كاني يعني ايه وماني اللي هو الايد مانو ايد اوكي، فما افتكرت وهي بتقول لها كاني ماني ما قعدت تضحك. طبعا تحكي لي الموقف ده انا قعدت اضحك، اللي هو كان بيتخيل انت بتكلم مع حد وبيحكي لك مثلا موقف حصل اوكي، والحد ده يعني مش مصري، ومره واحده قال لك كلب ايد تخيل الموقف فاهم. فحوار كاني ماني دي مسخره. مش كنتاكي دواسابي لسه بتقولي كاني ماني وبتهاتي هبيتك في دواساتي دي اخلاقي شايفكو دايما على شمالي عبد الشافي حاسني زي كواساكي شوف البلاوي جوه شاتي دي حياتي الاغنية دي لولادي واجدادي رجعتي تدلعي تاني بتتشاقي خليكي عندك انا هاجي في ثواني. لو مش عارف تسمع الاغنية جرب تشمها، لو مش عارف تبدع جرب تشفها، ايوه رجعنا نتكلم تاني بس ده من الزهق بتتفى بس بتجنني لما بتهزها. ده احسن سويتش على فكره، احسن حته تقريبا في الاغنيه كلها. اوكي، اول حته اللي كانت مش اول حته اللي انا قلت وحشه، لا اللي بعدها يعني الجزء اللي بعدها اللي هو قبل السويتش التاني. اوكي، السويتش التاني ما كده، لكن اول حته والسويتش التاني ده عاجبني اكتر. درجو واحده على اللاب، انا مش انسان انا حيوان، دوب المجال في طبق الشوفان، واخد المدام وطالع اليونان، صعبه ماشي مع واحده شاقتها من المعرض، ثانيه ثواني مالك مش على بعضك، فين المنافسه والله ما اعرف، اوكي دي لقطه، سوري ما ينفعش تشوف المطبخ، اوكي ده مقطف، هنتكلم بعد ما تتصدق، معايا العده مش بنعدك مش بالكتره ولا بالشده،
هات الفكرة وانا هدرسها مش هتاكلوا معايا عيش بتقوحوا معايا ليه بلسع زي الزيت نازل زي السيف فاكر لما زيت وقمت جايب من الاخر لما سخنت اتمدت ايدي على المشاكل عايزك تبعتيلي صور بالفلاتر واللوكيشن عشان لو عزنا نتقابل جي بي اس فكريني نسيت الاسم بديك الاسم لما توصلي سيبيلي مزد جي بي اس فكريني نسيت الاسم بديك الاسم لما توصلي سيبيلي مزد او بنوع بس عمري ما بتغير رشيت المية عشان كنت عامل فاير. تلات سويتشات اوكي انا قلت هيكون في اربع سويتشات حاجة زي كده اوكي لما قلت كذا سويتش اوكي بس اول جزء عجبني والاخير ده عجبني اوكي مش كله برضه ما علينا بس بتكلم ماني يا ريت لما تقولوها بفتكروا الكلمة دي اوكي كلبيد اتكلم مع حد بس هو عمل مش عارف ايه وبعد كده هو كان حصل كذا 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 كلبي ايد وبس كده ما علينا يا رب يكون رأيك عجبكم اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد واقول لكم يلا تشوس